اليوم موضوعنا صراحة يمكن يهم الأغلب والكثير، واللي هو الفيتامينات والمكملات الغذائية. منورتنا في الاستوديو ضيفتنا الأستاذة وسام بكير، أخصائية تغذية. مساء الخير أستاذة وسام. نوري، أهلا وسهلا. يا هلا فيك أستاذة وسام. خلينا كذا في البداية نتكلم بشكل عموما عن الفيتامينات بشكل عام، إيش أهميتها حتى للشخص؟ في الفيتامينات سبحان الله هي مهمة جدا، هي مركبات أصلا يحتاجها الجسم عشان يقوم بالوظائف، طبعا بكمية محدودة وليس بكمية مفرطة، فنحتاجها في الجسم عشان يقوم بالمهام الحيوية، الحركة، النشاط، فمهمة الفيتامينات. يعني في واجبات اليومية هذه يحتاج مثلا في الحركة، في النوم، في الأكل، هذه كلها تحتاج نوعية فيتامينات معينة. طيب قبل ما نتعمق في الموضوع سادة وسام، في فيتامينات ضرورية، يعني إذا دخلنا على المسميات، في فيتامينات ضرورية نقصها يؤدي إلى مشاكل ملحوظة وعلى شكل سريع، يعني مثلا الكسل، قل النوم، أثار تبان في الوجه، نعم الكآبة. كيف يكون أثر في نقص الفيتامينات على جسم الإنسان؟ ودنا يعني نعرف بعض الأمثلة. يعني الحين إحنا لو نقول إن أكثر الناس الآن يعانون من نقص فيتامين دال، صح ولا لا؟ رغم إننا إحنا في بيئة صحراوية، يعني صحيح على إنه عندنا الشمس قوية، لكن إحنا نفتقر لهذا الفيتامين، واللي مصدر الأساسي أول شيء من أشعة الشمس. لكن في الغذاء نحصل عليه من الغذاء، زي مثلاً منتجات الحليب، الأسماك، زي الأسماك الدهنية بالذات، لأنه فيتامين دي أساساً يعني يمتص عن طريق هذه الدهون الموجودة في الأسماك. في كمان تعليق أنه صراحة يعني أهم شيء لازم نحصل على هذه الفيتامينات أول شيء من الغذاء المتنوع، لازم ننوع في غذائنا عشان نحصل على كل الفيتامينات. لكن في حال أنه حدث نقص في هذه الفيتامينات، نقدر نعتمد بعد ما يعني نسوي التحاليل اللازمة، نستشير طبيب، لأنه للأسف صارت الناس تستخدم المكملات كأنها أكل عادي، نقنقة أو شيء، صارت حلاوي يعني. أي صح، فبالتالي لازم نستشير الطبيب ولازم نرجع للتحاليل، لأنه هذه الفيتامينات ضروري قبل أن نستخدم المكملات عشان نكمل النقص اللي عندنا. لازم نستشير طبيب مختص. طبيعي يعني لما نكون المكملات أو الفيتامينات تكون من مصادر طبيعية أفضل. أكيد أنها تكون أفضل، صحيح، تكون مصاحبة لشغلات كثير. يا سلام، أنت قلت نقطة جدا مهمة أستاذة وسام، أنه لازم الواحد يستشير الطبيب. يمكن في بعض الأشخاص أول ما يشوف عند أعراض أو حتى عند اللي قدامه أعراض يقول لا هذا فيتامين دال، روح بس خذ لك فيتامين، يعني بما أنه كله صار دكتور. صحيح. بما أنه الفيتامين الأشهر، خلينا نعرف كذا إيش أبرز الأعراض اللي ممكن تجي ويعرف أنه فيتامين دال ناقص عنده. صحيح. عندكم كذا مشكلة ممكن تصدر يعني بسبب نقص فيتامين دال. طبعا أول شيء الأظافر، إحنا كنساء نعرف تتكسر أظافرنا، تلتوي الأظافر ممكن على فوق أو على تحت. في كمان الشعر يلعب دور كمان أنه يحافظ على صحة الشعر، فيتامين دي، فإذا نقص انعدم الشعر، كمان بالإضافة إلى مشاكل ثانية بنقص فيتامينات ومعادن ثانية. في عندنا كمان أستاذة وسام برضو في بعضهم يقولك أنا أحس بدوخة إذا وقفت كذا فجأة، أحس إني دايخ. لا هذه أشياء أكيد ثانية، أكيد فيتامين دال ناقص عندي أو شيء زي كذا. أي شيء لصقوه فيتامين دال. أي بالضبط، مسكين ذا الفيتامين دال والله يضحك. لا الفيتامين دال كمان يلعب بالنفسية، يعني مثلا الفترة هذه اللي قاعدين نمر فيها بسبب أنه مثلا ما نتعرض لأشعة شمس، ما نعرف متى الوقت الصحي لي أو الأفضل الوقت لامتصاص أشعة الشمس الكويسة اللي تبني تحت الجلد فيتامين دي، فبالتالي فيتامين دي يسبب الاكتئاب، نقصه يسبب اضطراب في النوم، لذلك في ناس عندها كثير من الناس عندها أرق، ما تنام إلا عدد أقل من ساعات النوم، لأنه مفروض أصلا ننام من 7 إلى 8 ساعات، هذا النوم الطبيعي. أما ما زاد أو نقص عن هذه الساعات المعينة، فبالتالي هي في لخبطة في فيتامين دي. يعني دور في رأس الجميع اللي هو تساوي احتياجات الفيتامينات من شخص لشخص، إذا ما تتحدثنا عن الأطفال،
عن خلينا نتكلم أول شيء عن الأطفال. في بعضهم يجي يقول لك أنا ابني ما يأكل، ولدي ما يأكل أكله، بس قاعد على الشيبسات، قاعد على الشوكليت، قاعد على الكورنفليكس والشغلات هذه. طبعا الطفل في السن هذا ما يبان عليه الأعراض، نقص الفيتامينات وشغلات زي هذه. إيش الحلول أو إيش اللي ممكن إحنا نعوض الطفل بالشغلات هذه؟ القسم الآخر اللي هم الحوامل والرياضيين، بس خلينا ناخذ جزئيات الأطفال أول بعدين نروح للأطفال للحوامل والرياضيين. تمام. بالنسبة للأطفال يحبذ دائما أنه إلى عمر تقريبا 6 سنوات، أوكي، يسمح من بعد 6 سنوات أنه الطبيب أو أخصائي التغذية هو اللي يعطيهم فيتامينات، لأنه طبعا على حسب الحالة، في ممكن حالات مرضية تستدعي، وفي لا، أغلب الأطفال ما يحتاجون فيتامينات، لأنه أصلا أكلهم سواء كحليب مدعم، كحبوب الإفطار مثلا لازم تكون مدعمة، عادة يحبون هالأشياء، فممكن نعطيهم الأشياء المدعمة أفضل من أنه نعطيهم فيتامينات. يعني نركز على غذائهم أكثر، التنويع، الترغيب، نكون نحاول قدر الإمكان نكون قدوة للأطفال. وعادة يكون يعني مثلا الرضاعة، في مثلا فترة الرضاعة يكون سبحان الله حليب الأم يعطي مناعة لفترة. يا سلام. بس أكثر العوائل أستاذة وسام يعطون للأطفال فاتح شهية، يمكن هذا الأشهر. هذا غلط، لأنه بعد فترة راح تصير فجأة تصير فيه مثلا بناء خلايا، وممكن خلايا دهنية مع بلس أنه أكلهم مثلا غلط، فبالتالي يصير هذا بناء للخلايا الدهنية في جسم الطفل، غير أنه أكله أصلا غلط بغلط وأشياء مثلا زي هذا. ما يبان يعني ما يبان إلا بعد وقت، إلا بعدين على المراهقة والبلوغ يكون وقت تأسيس. طيب هل احتياج الطفل، يعني الطفل احتياجه يكون زي احتياج الشخص الكبير من الفيتامينات مثلا؟ والله أنا مثلا احتياجي قاعد أخذ البروتين، قاعد أخذ الفيتامينات الأخرى مثلا من اللحوم، من الخضار، من هذا. هل الطفل عنده نفس الاحتياج اللي يحتاجه الشخص الكبير؟ لا طبعا، هو في مرحلة بناء ونمو وتأسيس، أي فلازم مثلا تتعدد الوجبات. طبعا هو وجبته مو زينا احنا مثلا ناكل 3 وجبات باليوم وهو سناكات، لا، هو اغلب يومه وجباته صغيرة بحكم انه معدته اصلا صغيرة، فلازم انه ننوع له في الوجبات. مثلا نسوي له مثلا صحن، نحط له مثلا فواكه خضار بس بألوان جميلة تفتح النفس، يتحمس الطفل انه يجرب وش هذا. خصوصا ان الاطفال يعني عندهم المجهود الحركي أكبر أكثر. صحيح. من الكبار. يا سلام. طب الحوامل إيش احتياجاتهم من الفيتامينات؟ دائما يقول خذي أكل، يعني كلي أكل وعن 2، أو الفيتامينات زيديها عشان أنت بتاكلي عن شخصين. لا طبعا الغلط إنه الواحد يأكل أو الحامل تأكل عن 2، لأنه بالنهاية هي كمان قاعدة تزيد في الوزن، وممكن تتسبب بمشاكل صحية زي السكري، زي سكري الحمل، زي مشاكل بعدين حتى في الولادة للطفل، يصير مثلا الطفل زايد عن وزنه الطبيعي. فبالتالي لازم هي تاخذ تنوع بالوجبات وتكثر عدد الوجبات، لكن بمقدار صغير، بالإضافة إلى أنه لازم تاخذ باستشارة الطبيب الفئات اللي هي الثلث الأول غير الثلث الثاني غير الثلث الثالث من الحمل. فلازم تاخذ المكملات على حسب الطبيبة لما توصف لها إيش هي المكملات لكل فترة زمنية من الحمل، تعدلها برنامج أو تعدلها جدول معين في فترة الحمل. أتوقع بعد حتى من قبل من قبل الحمل، الاستعداد للحمل. صحيح. إحنا للأسف عندنا يعني ما نخطط للحمل، فينقص عندنا فيتامينات، لازم مثلا قبل الحمل ب3 شهور تاخذ الوحدة فيتامينات زي مثلا حمض الفوليك عشان تحمي سلامة العمود الفقري أو الحبل الشوكي للطفل. البيبي هو أثناء يعني الحمل تهيئ جسمها للحمل قبل ما تصير. لأنه مثلا يصير أنت مثلا معاك، إذا كانت مثلا المرأة غير مهتمة، عندها سوء تغذية، عندها نقص في الحديد، فكل هذا راح يأثر على تكوين الجنين، فإحنا ما نبي بالنهاية يصير عندنا مشاكل سواء للحامل أو للجنين. طيب السؤال المهم والسؤال اللي أنا شخصيا وهي بمحمسني على الموضوع هذا كده، الرياضيين يا أستاذة وسام. حلو. الرياضيين احتياجهم للفيتامينات، وخصوصا أنهم هم قاعدين
يعملون مجهود جدا كبير. طبعا المجهود يكون متفاوت من الأيام هذا، لكن هل هم يكثفون من غذائهم، يكثفون من تنوعهم في الأغذية، خصوصا أن بعضهم يقول لك أنا عندي دوام وعندي رياضة ما عندي وقت أن أسلوبي في التغذية يكون متنوع. أوكي. ننصح باتخاذ الإجراء الثاني اللي هو الفيتامينات أو البدائل أو المكملات الغذائية. خليني أقول لك شغلة أستاذ وهيب، أنه بالنسبة للفيتامينات عادة تعطى على حسب الحالة الصحية للإنسان، على حسب جنسه، على حسب عمره، على حسب الحالة اللي هو مثلا نشاطه إيش. فبالتالي إحنا لازم نشوف أوكي هذه حامل تخطط لحمل، أوكي لازم تأخذ فيتامينات. هذا إنسان ماشي على حمية فيها مثلا منع لكربوهيدرات أو سكريات، لازم نعطيه لأنه منع عناصر غذائية في حميته عشان تتماشى مع حميته، فلازم ياخذ مكملات غذائية تكمل هذا النقص اللي هو نقصه في حميته الغذائية. فبالتالي عندنا مثلا رياضيين على حسب الحمية اللي هو ماشي عليها، على حسب مثلا يعني أعتقد أنه إذا كان عند الرياضي وجبة غذائية متكاملة ومشى على وجبات الغذائية استوفى كل الوجبات الغذائية، فبالتالي ما أعتقد أنه يحتاج. ممكن يحتاج المشروبات اللي مثلا اللي هي حقة البروتين، المعادن اللي تنعطى مثلا للرياضيين خاصة عشان يحافظ على مرونة العضلات زي البوتاسيوم والمغنيسيوم. طبعا هذه معادن وليس فيتامينات. احنا تكلمنا عن الفيتامينات، ممكن خلينا نتكلم شوي عن المكملات الغذائية. ايش الفرق بينهم؟ يعني هل المكمل الغذائي فيتامينات ولا يعني ممكن تعوض بديل؟ المكملات الغذائية اللي هي نحتاجها في حال مثلا حصل نقص او عندنا مشكلة مثلا في تحاليلنا باين انه عندنا نقص معين في فيتامينات او معادن، فلازم عشان نحافظ على نشاط وأيض الجسم والحركة اللي في الجسم وبناء الخلايا وتوزيع الأكل بعد ما يهضم، فلازم في أشياء زي مثلا الإنزيمات تحتاج وجود فيتامينات، زي مثلا مجموعة البي كومبلكس اللي أو مجموعة الفيتامين باء مرة مهمة أنه ننتبه عليها، لأنها هي متعلقة بكذا شغلة، تحويل بعض مثلا الأحماض الأمينية اللي موجودة زي مثلا حمض التريبتوفان. حمض الأميني يعني هو أبسط تحليل لما يتحلل في الجسم البروتين، البروتين لما يتحلل لأبسط حالاته هو اسمه حمض أميني. فبالتالي حمض الأمين التريبتوفان مسؤول عن هرمون السعادة، فبالتالي إذا كان في نقص في فيتامين بي 12 أو نحتاج هذا الفيتامين يا أستاذة دلينا عليه. طبعا موجود في الأغذية اللي هي زي مثلا الحبوب الكاملة، منتجات الألبان. الحبوب الكاملة طبعا عندكم الرز البني، الحبوب الكاملة زي القمح، زي البقوليات بشكل عام. بكره يعني يا جماعه نعبي الاستديو كله بقوليات والشغلات هذه ندور. لا بس انا عندي سؤال، السؤال المهم لكل البنات، تسمن؟ لا. اوكي هذه متى تسمن؟ اذا كان اصلا في الـ يعني مع هذه الفيتامينات فاتح شهيه، لكن مثلا ايش اللي يصير؟ الرياضه ممكن تسمن، الفيتامينات ممكن تسمن. ليش؟ لأنها هي قاعدة تنشط عملية الأيض، فبالتالي تنشيط عملية الأيض راح يفتح شهية، راح يحسسك أنه ودك كمان تأكلين، بس أنه لازم أثناء ما أنت مثلا تمارسين الرياضة، في الرياضة إذا زودتي الأكل مع الرياضة أدى إلى زيادة وزنك وأدى إلى زيادة عضل، أي زيادة عضل وزيادة الوزن كمان بشكل عام. طب أستاذة وسام، يعني يمكن سألتك سؤال تحت الهواء قبل نبدأ جدد حياتك عن أنه اللي مثلا خلينا أحكي عن تجربة حلو. تأخذ مكملات غذائية تمام وما تأكل بس تسمن، قلة الحركة وأصلاً الفيتامينات تعمل تنشيط لعملية الأيض، فبالتالي أنت قاعدة تأكلين وقاعدة في مكانك ما تحركتي، ما حركتي السعرات، لأنه أي شيء تدخلينه لازم يطلع في النهاية. في بعض الناس خلاص، في ناس التكالين يقول أنا خلاص قاعد أخذ الفيتامينات، خلاص البدائل هذه هي اللي راح تعطيني كل حاجة، يحسن البشرة، لا يتحرك، لا يتحرك، لا يأكل زين، أو يأكل وجبة واحدة في اليوم، أنتم ما استفدتوا شيء، ونفسيته يعني تصير تعبانة ومن قلة الحركة ومن حرك هذه الأمور. لأنه حتى الرياضة تساعد على رفع الهرمونات السعادة، تنشيط الجسم، فبالتالي لازم
نعرف نوازن في حياتنا. هي شغلة مو بس فيتامينات، لا لازم نتحرك، لازم ناكل زين، وعدد الوجبات، لازم سعرات الحرارية يعني نستوفيها عشان نكون ما نحتاج مكملات غذائية اللي هي فيتامينات الكيميائية، لا ناخذها من الغذاء مباشرة. كنا نتكلم قبل شوي مع الأستاذة وسام عن اللي يستمرون على المكملات الغذائية. يعني أنا شخصيا أنا أتوقع أني قاعد أعمل حاجة غلط، أنا قاعد أستخدم مجموعة فيتامينات أخذها بشكل يومي. هل كثرتها هذه يكون في لها أضرار عكسية على جسم الإنسان، أو أنه يعني الواحد يأخذها فترة مثلا حسب ظروف سفر أو شغلات زي كذا؟ طيب، أول شيء في نوعين من الفيتامينات، فيتامينات دائبة في الماء وفيتامينات دائبة في الدهون. الخطر من الفيتامينات الدائبة في الدهون، خليني أقول لك إيش الفيتامينات بشكل سريع. أكيد فيتامينات، أكيد الA والK والE والD. طبعا هذه لما تأخذها بعدم متابعة التحاليل وعدم معرفة يعني. بشكل عشوائي، فبالتالي راح تؤدي إلى تسممات. كيف التسممات تصير؟ ممكن تكون خطر عليك. فبالتالي أنت في غنى عن أنك تدخل في مشاكل، أنت قاعد تحل مشاكل أصلا، تحاول تحل مشاكل في جسمك، ما تبغى تدخل في مضاعفات. فالأصل الاستمرار على المكملات الغذائية غلط، لأنه بالنهاية إحنا لازم نعتمد. ممكن تأخذ حاجتك من الفيتامينات من غذائك فقط إذا كان متنوع واستوفيت عدد الوجبات على حسب سعراتك الحرارية وعلى حسب حركتك وعلى حسب نشاطك بشكل عام. صحيح. لكن مين ممكن ياخذ المكملات الغذائية؟ إذا كان واحد مخطط الحمل، إذا كان واحد مثلا ماشي على حمية معينة، مثلا زي اللي يمشون على كيتو أو النباتيين أو إيش ما كانت نوع الحمية، فبالتالي لازم ياخذ مكملات يعوض هذا النقص من العناصر الغذائية اللي يتركها. أو الشخص المسافر اللي يكون عنده يعني أو عدم انتظام في نظام أكله. بس وش تقولين للي يمكن شفنا في فترة من الفترات كانوا المشاهير أكثرهم قاعدين يعلنون عن مكملات غذائية اللي هي السويت أو الحلاو، يقولون مكملات غذائية، هل ممكن تكون مفيدة ولا لا؟ لابد برضو من مراجعة الطبيب، إنه ما تناسب أي شخص. بالضبط، هو لازم مراجعة الطبيب، لأنه كأخصائية تغذية أعرف إيش أضرار زيادة الجرعات. أي شيء موجب وسالب زي ما يقولون، إذا زاد عن حده قرب ضده. صحيح. ونفس الشيء النقص كمان سبب مشاكل صحية. طبعا الاتزان هذا يكون طبعا بإشراف الطبيب. صحيح، بمتابعة ومتابعة الواحد يتابع وتحاليل كل 6 شهور وانت في الجانب الممتاز. طيب، احنا جاتنا رسالة عبر الواتساب من عبد المجيد يقول التعب الزائد في الجسم هل مسؤول عنه نقص فيتامين معين، على الرغم انه ينام كويس يعني ويا يمكن ياكل كويس. والله يا استاذة وسام انا اعاني منها، يعني انا اعمل رياضتي بانتظام واكل كويس انام كويس، بس برضو احس بعض الاحيان بالام في عضلاتي وتعب في الجسم. لازم تسوي تحاليل. ممكن يكون النقص مثلا بمعدن المغنيسيوم او البوتاسيوم. ينصح مثلا باخذ موزه قبل النوم، لانها هي اللي تعمل، لانه فيها بوتاسيوم ومغنيسيوم، فبالتالي هي تساعد على مرونه العضله. يعني في ناس يقومون من النوم عندهم شد عضلي في الارجل خاصه او في بطاط الارجل. فبالتالي لازم تتابع كل 6 شهور تسوي تحاليل عشان تشوف ايش النقص. ممكن نقص الحديد يكون سبب هذا التعب والإرهاق. أهم شيء مو فيتامين دال. ممكن يعني كمان فيتامين دي يكون فيتامين بس مو كل شيء فيتامين دال. أي بس مو كل شيء. صحيح. لأنه قاعدة أسمعها كثير. أي. يمكن تنقال. فيتامين دال مسكين هذا كل المشاكل عليه. طيب، في عندنا برضو رسالة من منى تقول أنا أعاني من تساقط الشعر، وش أسباب وش الفيتامينات اللي مسؤولة عن هذا؟ تكلمنا عن هذا الموضوع، بس إذا حابة تضيفي شيء أستاذ وسام. التحاليل، التحاليل ممكن يكون عندها نقص في الحديد، ممكن يكون عندها نقص بفيتامين دي، ممكن يكون عندها نقص في الزنك. طبعا الزنك والحديد والمغنيسيوم كلها معادن، بس كلها مرتبطة مع بعض في المكملات الغذائية.